كلنا فدا فدا فلسطين صامدة فلسطين صامدة فلسطين صامدة. بالنسبة للشعب المغربي هذه رسالة قوية من كل مكوناتها على اعتبار ورشة المنامة ورشة خيانة ورشة خيانة وصفقة القرن، صفقة عار وسقطت. بالنسبة لنا حتى الآن نعتبر أن الموقف الرسمي مقاطع، لأن رئيس الحكومة الذي يجسد الموقف الرسمي أعلن أنه لا علم له بأي شيء عن ورشة المنامة، وأكد على ذلك الوزير الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة على أنه الموقف الرسمي لم يتم التعبير عنه لحد الآن. بالنسبة للجانب الشعبي، الشعب المغربي كله مجمع على أن صفقة القرن سقطت وأنها خيانة وطعنة وغدر للشعب الفلسطيني. هذه المسيرة ننخرط فيها كداعين، كهيئة مغربية لنصرة قضايا الأمة وكجماعة الإحسان، رفقة كثير من الهيئات السياسية والحقوقية والدعوية التي دعت الشعب المغربي من أجل التعبير عن غضبه ومن أجل الإعلان عن رفضه لصفقة القرن، هذه الصفقة المشؤومة التي تريد أن تشيئ القضية الفلسطينية وأن تجعلها سلعة معرضة للبيع والشراء، كما أن هذه المسيرة تهدف إلى التنديد بالمؤتمر، مؤتمر المنامة، هذا المؤتمر التطبيعي، هذا المؤتمر الذي يعتبر خطوة من الخطوات أجرأت وتنفيذ صفقة القرن المشؤومة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية صحبة الدول الانبطاح من دول الخليج والدول العربية التي تسعى من أجل التمكين لكراسيها بالبيع والشراء في القضية الفلسطينية، كما أن المسيرة تهدف إلى التنديد والرفض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتدعو المغرب لعدم الانخراط في مؤتمر المنامة على اعتبار أن الانخراط في مؤتمر المنامة هو طعنة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. من خلال هذه المسيرة فنوجه رسالة للشعب الفلسطيني، رسالة أولا تضامن، رسالة تابئة، ورسالة للتأكيد بأن القضية الفلسطينية هي قضية ملك وشعب بالنسبة لبلادنا، وأننا كلنا معبؤون من أجل إحداث دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. مع الأسف نلاحظ أن ممانعة المغرب لا زالت ممانعة خجولة، وهو الآن متردد، لا ندري هل سيشارك فعلا في ورشة البحرين أو لا يشارك، ونتمنى أن لا يشارك على كل حال انسجاما مع مواقفه المبدئية في نصرة القضية الشعب الفلسطيني ونصرة القدس، خاصة وأن المغرب هو رئيس لجنة القدس، وبالتالي فمن المنطقي أن يكون موقف المغرب موقفا منسجما مع القوى الوطنية الفلسطينية وكذلك مع السلطة الفلسطينية. دونك احنا اليوم في الرباط عندنا ثلاثه ديال لي برينسيبال ريزون. اولا صفقه القرن كنرفضوها بكل جد، زعما هاد المهم هاد الموافقه اللي كانت سمعنا ماشي صرف بحال الترفيقه ديال القرن غادي تجينا، اوكي، وسورتو كل باليستينيا ما مشاركينش. هادي الاولى، دونك المغاربه كله زعما كاع التيارات وداكشي راه متفقين على هادي، ما كاينش هاد الصفقة القرن ما غاديش نقبلوها. دوزيامون ما خصهاش المغرب يشارك، الو حنا سمعنا بان المغرب فعلا ما غاديش يشارك، واخا جا كوشنير في رمضان ندنا دايوغ ما سكتناش لهاد القضية، ما يمكنش زعما علاش يجي، ولكن المغرب لا بوزيسيون ديالته ما غاديش يكون، هادي اللي سمعنا، و جيسبيغ ما غاتكونش حتى رمزية، ما خصهاش تكون، اوكي. دونك حنا بور لانستون المغاربة ما مشاركينش. وثالثا كنقولوا للناس في المغرب المقاطعة والرفض التطبيع مع كيان صهيوني، هذا هو المهم. كتشوفوا الشارع المغربي حاضر بجميع اطيافه، حاضرين الديمقراطيين، اليساريين، الاسلاميين، الليبراليين، يعني جميع اطياف الشعب المغربي اليوم نازله باش تعبر على الرفض ديالها والتنديد ديالها بمؤتمر البحرين وبصفقه القرن وبصفقه الخيانه. اليوم نقولوا للشعب الفلسطيني اولا هنيئا لك بالوحده ديالك،
هنيئا لك ان قيادتك وجميع فصائلك ما نزلوش المؤتمر البحرين. واليوم كنقولوا للشعب الفلسطيني ايضا هنيئا لك، لان الكيان الصهيوني استطاع يستقطب الانظمه، استطاع ان الانظمه تطبع معاه، ولكن ما استطاعش يستقطب الشعوب. اليوم الشعوب بدون استثناء ما كترفض الطبيع، كترفض صفقة الخيانة. القيادات اللي كتمشي اليوم المؤتمر البحرين ما كتمثل الشعوبها، كتمثل نفسها. الشعوب نزلت الشارع وكتقول لا لصفقة القرن، لا للتطبيع، لا لكل المؤامرة الصهيو-أمريكية اللي كتدبر ضد الشعب الفلسطيني. نحن كفلسطينيين نعتز بهذا الموقف المغربي، وهذا الموقف المغربي تاريخي. دائما المغرب تقف مع الحق الفلسطيني، تقف مع القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وترفض كل سياسات التآمر لتصفية هذه القضية. شكرا للشعب المغربي الشقيق العظيم على هذا الموقف.